ستك بتسلم عليك كتير. مراد سمعتك، الله يسلمها. أغراضنا من السيارة كريم. ما بيسكروا موقف السيارات ما؟ أكيد في حارس إله مو هيك؟ كل أغراضنا موجودين بالسيارة، إذا سرقنا والله مصيبة. جيني شو بأجرك؟ ها ما فيها شي. يا الله شو صاير معك فاطمة؟ عمده فاطمة؟ يا روح عمته كيفك انت؟ شو برجلك؟ ما رحتي عشي دكتور اختي؟ ما في داعي انا منيحة. اسطنبول معجوقة كتير، كنا رح نضيع اليوم هون. منيح انك اجيت، ما بعرف شو كنت رح اعمل بلاك. ليك حتى كلمة الحمد لله على السلامة ما قالتها، كل هالقد اسطنبول بتغير الواحد. المهم خلونا نفوت ونرتاح شوي، انا كتير تعبانة. يلا اطلعوا تعال. بدي هوياتكم. الهويات ميسر، طلعي هويتك طلعيها. ليك كلهم بتلاقيهم هون، مشان الله ما تطول كتير، عن جد كتير تعبانة. انتوا اطلعوا انا بكفي الباقي. ماشي يلا يلا بدي افرد ظهري. تعبان حبيبي؟ يي شو جابكن على هالاوتيل؟ من بين كل الاوتيلات ما نقيتوا غير هان. ليك الأوضة. نحن فورا نجيها وراكي. عرضنا البيت للبيع والمزرعة والدواب وكل شيء، كل همنا انه نلحقك. سد حلمك هلا. مو هلا ميسر، بعدين نحكي. قديشك مسكين، حاجزين غرفة بتخت واحد. يلا الله يديم المحبة. سكري تمك وبلا هالحكي هلا. وليش عم تعيطي وليه؟ ليش شو حكينا؟ هذا جوزك يا هبلة، صار اللي صار شو بدنا نعمل؟ حاولي قد ما فيك تكسبي. عم اقول لك اسكتي. اسكتي ميسر، خلص اسكتي. حبيبتي فاطمة. لا ما بكفي شنطتينا وراكي، عم تطول لسان علي كمان، هاد بدل ما تطرق قتلي. أول أوضة بالكريدور. يلا لمعي. هدول أغراضها لفاطمة، اتركن هون. أنا كمان جاي معكم. إيه تعي، تعي حبيبتي معنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا. شو عملت لها؟ قلي. كنت مستني لحتى تستلموا أمانتكم. ما هيك اتفقنا. شو قصدك بالحكي اللي قلته؟ بدك تفركها يعني؟ قلي لوين رايح؟ بدك تتركنا لحالنا هون؟ لوين بدنا نروح؟ وشو بدنا نعمل لحالنا؟ أنا تركت كل شيء وإجيت لهون بسببكم. هاي اسطنبول، شو بدي أعمل لحالي وجوزي بنص عقل وابني لساته صغير وهي البنت اللي ابتليت فيها؟ شلون بدي دير بالي عليهم كلهم؟ ما فيني اتحمل مسؤوليتهم لحالي. فيك تقلي انا شو ذنبي بهالقصة؟ جاوبني لشوف.
قلت لك قبل هلا لو تتذكر منيح يا كريم. شغلتك معنا لسه ما خلصت، عم تفهم؟ ما بيكفي انك تتجوزها، انت لازم تساعدنا نحنا. بعدين يا استاذ لازم تشوف لنا مكان مناسب لحتى نسكن فيه.